تخيل وياي انت بامريكا قاعد ببيتك فجأة يدقون الباب عليك تتفرج تلفزيون دقوا الباب عليك تطلع تفتح الباب شوف مو جيرانك ولا اصدقائك ولا الشرطة لا برا اكو قوات خاصة بزي عسكري غريب اول مرة تشوفها وهذول القوات ياخذون اوامرهم مباشرة من رئيس امريكا بس ليه الشكو هذول يعتقدون او قرروا انك انت مهاجر غير قانوني او يمكن لان شكلك او اسمك ما يعجبهم او لانه انت مسلم هذا الكابوس اللي خطط له ستيفن ميلر مستشار ترامب واللي كلش ممكن قريبا يتحول الى واقع برجع واتكلم عن هذا كله بالتفصيل بعد ثواني من فاصل من راعي الحلقة كريبتو اول ستارز. كريبتو اول ستارز a big paying vault for all your meme coins. كريبتو اول ستارز هذا مشروع اكتتاب لعملة وعندهم مشروع خزنة هاي الخزنة الناس اللي عندهم عملات ميم من العملات المعروفة مثل فلوكي ودوج وشيبو ماليدي بريد دولة كلها ممكن يحطون العملات مالتهم بالخزنة هذا ويأخذون عليها أرباح بعملتهم اللي اسمها ستارز كعوائد وأرباح بنسب كبيرة. المشروع بطريقة الاكتتاب بمراحل وإذا ما تعرف شلون يكون الاكتتاب وهذه المراحل وشلون يصير الاكتتاب وش تستعمل محفظة هذا الفيديو هناك يشرح لك شلون تسوي الاكتتاب وشنو إمكانية الربح به. ببساطة إذا تشتري من وقت سعر عملتك يصعد بعد أيام خلال الاكتتاب لأن يعني الكتاب صار على مراحل ويزيد سعر عملتك على الورق. فسمعوا شوفوا الفيديو هذا عم تعلموا إذا ما تعرفون وإذا تعرفون ركزوا إنه إمكانية الربح عالية بس أيضا مخاطرة كبيرة هذا لازم تعرفون مسبقا وأيضا لازم تسوون بحثكم الخاص لا تحطون فلوس ما تقدرون يعني تخسروها. أنا فقط أتكلم عن الفكرة والمشاريع ورغم أنه أنا أستثمر كلها بمبالغ بسيطة بس هذا ما يعني أنه هذا ممكن يكون مناسب لك. الرابط للدخول والاشتراك والسوشيال ميديا مالتهم كله موجود بالوصف وأيضا بالتعليق الأول فانتبهوا أنه تابعون السوشيال ميديا الرئيسية مالتهم حتى لا تصير سكامات. زين ستيفن ميلر إذا ما سامعين به فهو واحد من أخطر الشخصيات الأمريكية واحد عنصري وخطير جدا ورجل يعني ما يفكر بشكل عادي لا تفكيره دائما يكون بطريقة صدمات يعني خطط تغير الواقع بشكل جذري. منصب الحالي شنو مهندس خطة ترامب للتهجير شنو الخطة مالته يسوي أكبر يعني حملة ترحيل جماعي بتاريخ أمريكا أرقام مخيفة ملايين البشر أغلبهم من الأقليات راح يتم اعتقالهم وترحيلهم بطرق يعني أقرب لل الساينس فيكشن الخيال العلمي المظلم. لا تنسون هو نفسه اللي خطط لترامب بأن يسوي سياسة ترحيل منع المسلمين من دخول أمريكا. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. واحدة من أكبر القرارات العنصرية الغبية صارت سنة 2017 الصور لأنه أنا بوقتها كنت أقول يعني شنو يعني نمنع منه مواطن أمريكي أو جاي فيزا أو شنو يعني قرار شلون تعرف هو مسلم أو لا ما فهمنا بوقتها حتى المطارات صارت اضطرابات بها للموظفين ما عندهم أي تعليمات واضحة وراها بعد الخربطة يعني عدم الوضوح سووه بعد فترة مجموعة دول إسلامية ممنوع الدخول من عندها بس الآن موضوع أكبر أكبر من مجرد منع الآن يتكلمون عن ترحيل يعني كبير. ميلر ده يحضر نظام جديد أول خطوة بناء معتقلات ومعسكرات ضخمة في الحدود خاصة في ولاية تكساس حتى يجمعون آلاف العوائل نساء وأطفال ورجال ليتم سحبهم من بيوتهم وأعمالهم بعدين تبدأ رحلات جوية بطيارات عسكرية وترحيل ما أدري شون تتحرك 24 ساعة ترحلهم للدول الأصلية. هذا المشهد بروحه كافي ذكرنا بأيام يعني السوداء بالتاريخ في ما نريد نذكر أي دول وشون صارت بس القصة ما تنتهي هنا. شلون ينفذون العملية بهذا الحجم؟ ميلر يقول أنه راح يستخدمون كل قوة موجودة إعادة توجيه وكالات فدرالية. طريقته يقول واحدة من الطرق أنه جلب قوات خاصة لهذا الموضوع وحتى الشرطة المحلية يعني شرطة منطقتك اللي تعرفها بيتحول فجأة إلى جزء من قوة الترحيل هذه اللي طلع بيها ترامب وستيفن ميلر. الجزء الأكثر خطورة ميلر يخطط بأنه يستخدم الحرس الوطني من ولايات جمهورية
ويرسلهم لولايات ديمقراطية. تتخيل شنو ممكن يصير لو قوات من تكساس دخلت لولاية مثل كاليفورنيا أو نيويورك؟ الاحتكاك بين القوات المحلية والفيدرالية ممكن يتحول إلى مواجهات مفتوحة. إذا رفضت الولايات هاي، ولايات الديمقراطية رفضت التعاون، شنو اللي ممكن يصير؟ هنا ممكن يدخل قانون التمرد. هذا قانون قديم جدا، عمره تقريبا 200 سنة عمره، يسمح للرئيس باستخدام الجيش مباشرة بدون موافقة الولايات، لأن الولايات عندهم سلطات خاصة. شنو يعني هذا؟ يعني ترامب ممكن يرسل قوات الجيش والحرس الوطني لأي مكان يعترض على الخطط مالته، أي ولاية كانت. تخيلوا يا هذا المشهد، عوائل المهاجرين مختبئين بكنيسة مثلا أو يعني مكان وسط مدينة مثل لوس أنجلوس، الشرطة المحلية تحاول تحميهم، بس قوات فيدرالية مدعومة بحرس وطني من ولاية ثانية يقتحمون المكان بالقوة، والناس تشوف المشهد بالتلفزيون، أمهات وأطفال يتم سحبهم للشاحنات العسكرية. شنو حيكون هذا تأثير على أمريكا، على المجتمع الأمريكي؟ وشنو يكون اللي حيصير بين هاي القوات؟ الموضوع معقد جدا، كل شخص يتم ترحيله يحتاج أمر قضائي، يعني المحاكم راح تكون مزدحمة بقضايا آلاف الناس. بس ميلر يقول بسيطة نسويه، هو أنه نتجاهل القوانين، ماكو قوانين. إذا يعني سؤالنا، إذا ميلر وترامب تجاهلوا قوانين بالمهاجرين، شنو يمنعهم من يتجاهلون القوانين مع بقية البشر، بقية المواطنين الأمريكيين؟ هاي الخطة مو مجرد قضية هجرة، هاي الخطة يعني لتغيير نظام سياسي بالكامل. ميلر وترامب يخططون لنظام جديد يعتمد على القوة والسيطرة، وإذا نجحت هاي الخطة شنو يمنعهم من يستخدمون نفس الأساليب ضد المعارضين السياسيين؟ صح لا غلط؟ أي واحد يعارضهم يستخدمون نفس القوة ضده. وشنو المخيف أكثر؟ ميلر وترامب ما قاعدين يتكلمون عن موضوع افتراضي، هم كلش واضحين يعني واضحين جدا بخططهم. حتى المقابلات الإعلامية ميلر يشرح بالتفصيل شلون يريدون ينفذون هاي يعني هاي الاعتقالات الجماعية، معسكرات الاعتقال، طيارات عسكرية، تدخل القوات الفيدرالية بولايات خلينا نقول معارضة لهاي السياسة. المهاجرين غير الشرعيين يمثلون جزء مهم في أمريكا، ناس ما يفهموها. شنو يصير لو يرحلون ذول المهاجرين غير الشرعيين؟ نقص بالعمالة، قطاعات المهمة مثل الزراعة والبناء والفنادق راح تعاني من نقص حاد جدا، محاصيل تكون بدون حصاد، شركات تغلق تنتهي، وأسعار ترتفع. الاقتصاد الأمريكي يقولون يخسر بين 400 مليار إلى 450 مليار دولار بالسنة، نص تريليون. الناتج المحلي ينخفض بسبب قلة الإنتاج والاستهلاك، لأن ذولا هم دا يشتغلون. نقص العمالة يعني يرفع الأجور بهالقطاعات، فيزيد الأسعار، يعني تزيد الأسعار، أسعار الأكل، البناء، خدمات. عوائل ذات الدخل المحدود تتضرر هي بشكل كبير جدا جدا. زين، الحكومات تدفع يعني تخسر مليارات يدفعها منه المهاجرين كضرائب، يعني ذولا مو بس يدفعون ضرائب فيدرالية، لا، هذا من يشترون يبيعون وشغلات يدفعون ضرائب. هذا الشيء حيسوي عجز بتمويل الخدمات، تفكيك العوائل، وبث يعني صار معاناة بين المجتمعات اللي عاشوا بها لعقود. سوق الإيجارات والعقارات ينضرب، قيمة الممتلكات البيوت وشغلات هاي تنخفض. ترى المزارعين الموجودين بأمريكا مو شقر عيونهم زرب، لا، اللي ينظفون البيوت والفنادق واللي يشتغلون برواتب رخيصة هذول كلهم مهاجرين. إذا مهاجر يأخذ 3 دولارات بالساعة وأقل راتب هو 7.5 إلى 8 دولار بالساعة بهاي الولاية، لما ذول يروحون منو راح يجيب مكانهم يشتغل بهالراتب؟ منو حيشتغل بثلاث دولارات؟ لا، ما يشتغل، ما حد يشتغل بثلاث دولارات. شقد يكلف أصحاب المزارع هذه؟ المحاصيل شقد تصعد أسعارها؟ وشلون يصير التضخم؟ فكروا بيها. كل ما الأجور الإدارية تزيد الغلاء يزيد. والأمر الأخطر من هذا النوع، يعني من هذا النوع من العمليات، ممكن يشعل صراع مباشر بين الولايات.
شنو راح يصير لو ولايات يعني حكم ولاية مثل نيويورك أمر قواته بمنع دخول الحرس الوطني من تكساس. هل ممكن نشوف مواجهات مباشرة بين قوات أمريكية على أرض أمريكية؟ يعني هذه هي الحرب الأهلية. إذا هذه الخطة بدأت بالمهاجرين ممكن توصل وين؟ تذكرون سنة 2020 لما ترامب أرسل حرس الوطني لواشنطن رغم اعتراض العمدة مال واشنطن. الآن دي خططون لفشي أكبر جدا. إذا هذا الشيء صار المجتمع الأمريكي راح يدخل مرحلة جديدة بالكامل. النظام البوليسي اللي خطط لميلر مو بس يهدد المهاجرين بس أيضا يهدد كل من يعارض ترامب. أنا واحد منهم. Crypto All Stars, a big paying vault for all your meme coins.